بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، اليوم سنتحدث عن صحابي جليل. هذا الصحابي الجليل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فترة من الزمن، فكان كظله، لا يفارقه، رفيقه في دربه، وجليسه في بيته ومنزله هذا هو أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. إخوة الإيمان، نريد أن نتعرف عن هذا الرجل العظيم الذي تربى في كفالة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي صاحب النبي عليه الصلاة والسلام فترة طويلة من الزمن، عرف ما لم يعرفه أقرب الناس إليه كأبي بكر وعمر. لماذا؟ لأنه كان كظله لا يفارقه. أنس، نريد أن نتعرف عليه. من هو؟ من هو أبوه؟ من هي أمه؟ كيف عاش؟ كيف وصل إلى أن يكون هذه العلاقة الجميلة مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ إخوة الإيمان، أنس اسمه أنس بن مالك بن النضر، أمه أم سليم بنت ملحان، وكان يكنى بحمزة. من أشهر إخوته البراء بن مالك وزيد بن مالك، هذان من أم وأب، لكن كان له أخ من أمه ومن أب آخر هو من أبو طلحة الأنصاري. أخوه كان يسمى أبو عمير، والنبي عليه الصلاة والسلام بما جبل عليه من حسن خلق كان يمازح الكبير والصغير، كان يقول لأبي عمير إذا دخل على أم سليم وجده حزينا، فقال ما لأبي عمير حزين؟ فقال يا رسول الله مات نغيره أو نغيره. ما هو النغير؟ هو طائر صغير كالعصافير، نجعلها في بيوتنا ليلعب بها الأطفال. قالت يا رسول الله مات نغيره الذي كان يلعب به. فجعل يقول النبي عليه الصلاة والسلام انظروا إلى هذا، يا أبا عمير ما فعل النغير؟ هذا كان شأن الحبيب المصطفى مع الناس، مع الصغير مع الكبير. ولد أنس قبل الهجرة بعشر سنوات، وكان عمره لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة المنورة عمره 10 سنوات، وتوفي الحبيب المصطفى وهو ابن 20 سنة. لما قدم أنس أيام الوليد، قدم دمشق أيام الوليد بن عبد الملك، ثم رحل إلى البصرة يحدث الناس، وهو آخر من مات من الصحابة. سبحان الله، أنا جئنا بولادته وجئنا بوفاته. توفي يوم الجمعة سنة 93 للهجرة، وكان عمره فوق 100، قيل 103 سنوات. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم فوق 2200 حديث. هذا هو أنس بن مالك. تعالوا لنعيش فترة الحياة التي قضاها
في رحاب هذا البيت النبوي الكريم. إخوة الإيمان، أنس شهد بيعة الرضوان. بيعة الرضوان هذه لابد أن نأخذ فكرة عنها، هي أصلها بيعة حدثت في الحديبية، حيث بايع المسلمون فيها النبي صلى الله عليه وسلم على قتال المشركين. لماذا؟ لاعتقادهم أن المشركين قتلوا عثمان بن عفان. لماذا؟ نريد أن نقف أيضا، لا نريد أن نمر على الأحداث دون أن نقف على كل جزئية. المسلمون عندما خرجوا من المدينة إلى مكة لأداء العمرة، متى؟ في السنة السادسة للهجرة. خرج النبي عليه الصلاة والسلام ومعه زوجته أم سلمة، مع تقريبا كما يقول المؤرخون بين 1400 و1500 من المسلمين. اعترضت طريقهم قريش ومنعتهم من أداء العمرة، لذلك استقر الحال بالمسلمين فيما أين؟ في الحديبية. نتيجة هذا المنع أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان إلى قريش ليخبرهم أن هؤلاء المسلمين ما جاءوا للقتال، إنما جاءوا لأداء العمرة. لكن عندما تأخر عثمان في عودته سرى خبر وسرت إشاعة أن قريشا قتلت عثمان. طيب، أمام هذا الموقف جاء النبي عليه الصلاة والسلام فاستشار المسلمين ماذا نفعل، إن كنت أردت القتال فهل ستبايعوني على ذلك؟ فقرر النبي أخذ البيعة من المسلمين على أن لا يفروا، وذلك إنما تم تحت الشجرة فيما عرف ببيعة الرضوان. لم يتخلف عن هذه البيعة إخوة الإيمان. انظروا إلى إيمان المسلمين، لم يتخلف أحد إلا رجل واحد اسمه جد بن قيس. فنزل قول الله سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. سبحانك يا الله، سبحانك يا عظيم، عرفت بصدقهم وبإيمانهم فبشرتهم بفتح مكة. ولذلك إخوة الإيمان، ماذا نجد نحن؟ نجد قول الله سبحانه وتعالى في سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. يا حبيبنا، يا الله، نزلت هذه الآية ولم تفتح مكة بعد. قال: إنما أنا الذي أقول، وإذا قلت فالأمر سيحدث لا محالة، فإن كان في صيغة الماضي أو صيغة الحاضر أو المستقبل فالأمر عندي سيان، لأنني أنا الله لا إله إلا أنا. ولذلك نعود إلى أنس وحياته. أنس إخوة الإيمان عاش مع الرسول صلى الله عليه وسلم أجمل أيام حياته. فكان العظمة فين؟ فكان لخدمة أنس للرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم أبلغ الأثر في حياته. لماذا؟ لأننا نحن لا نعلم عن حياة الرسول عليه الصلاة والسلام أي شيء. من هو الذي نقل هذه الصورة؟ من الذي نقل لنا أخلاقه، تعامله، دماثة خلقه وحسن تعامله مع أدنى الناس عملاً؟ أنس بن مالك رضي الله عنه. لذلك نقل لنا أخلاق نبينا في التعامل معه، في التعامل مع زوجاته، في التعامل مع مواليه، في التعامل مع جميع الأمة.
كان الرسول عليه الصلاة والسلام بالنسبة لأنس الأبا والمربية والقدوة والأسوة الحسنة. لذلك كان أنس حريصا جدا على أن يعيش في رحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم وفي خدمته، ويقتفي أثره ويحفظ حديثه. فلذلك اكتسب حديث أنس بن مالك أهمية بالغة إخوة الإيمان، بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمسلمين، حتى أن كثيرا من المسلمين حزنوا لوفاته. لماذا؟ لما مات أنس ابن مالك قال أحد الصحابة: ذهب اليوم نصف العلم. إخوة الإيمان، أنس كان شديد الإعجاب بشخصية الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكان هو يقول عن الحبيب: لم تأتي الشهادة من بعيد، إنما جاءت من أقرب الناس إليه، إنما جاءت من رافقه كظله. ماذا يقول أنس؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا. يقول: ولامست خزا فلم أجده ولا حريرا ولا شيئا كان ألين من كف الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكا قط ولا عطرا كان أطيب من عرق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، كان أنس يحدث عن النبي وكأنه هو القدوة، هو الأسوة، كأنه الملاك. لم يكن أنس بالنسبة إلى الحبيب المصطفى مجرد خادما يخدمه، بل كان أمير سره، بل كان مساعده، كان تلميذه، كان رفيقه. فكان الحبيب المصطفى ماذا كان يقول؟ يدعو فيقول: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. ولذلك نجد أن أنس كان مجاب الدعوة، فما دعا لأرض بالمطر، كان إذا جفت المياه وانقطع المطر وشعر الناس بالجدب والقحط كان يدعو، يرفع يديه إلى السماء فيقول أصحابه: والله ما دعا لأرض بالمطر إلا ثار السحاب وغشيت الأرض الأمطار حتى في فصل الصيف. هذا هو أنس. طيب، دائما نريد أن نقف على السر الذي أوصل أنس للحبيب المصطفى. طيب، كيف صار هذا اللقاء وكيف تم هذا الحدث؟ عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ذهبت أم سليم مع أهل المدينة لاستقباله، ثم قامت إليه فقالت: يا رسول الله، إن رجال الأنصار ونساءهم قد أتحفوك غيري، ولم أجد ما أتحفك إلا ابني هذا، فاقبل مني يخدمك ما بدا لك. نحن عنا عادة إخوة الإيمان، إذا جاءك ضيف أكرمته وقدمت له هدايا. طيب، نساء المدينة أقبل الحبيب المصطفى، كل واحدة قدمت له هدية، وأم سليم لا تملك مالا، لا تملك إلا ابنها، فقالت له: يا حبيبي، هذا ما أملكه، إنما أقدمه هدية لك يخدمك ما بدا لك. وهل يقدم الرجل أغلى من ولده هدية؟ ولمن يقدم؟ في الجاهلية كانت تقدم البنات، وكانت تقدم القرابين، لكننا في الإسلام
لا نقدم هذا، إنما نقدم للحبيب المصطفى أعظم ما عندك لخدمته. فقدمت ابنتها فقالت له ذلك. طيب، هذه الأم ضحت وقدمت، فهل كان النبي على مستوى، على هذا المستوى من الحداث؟ فلذلك نسمع قول أنس. أنس ماذا يقول إخوة الإيمان؟ يقول: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فلم يضربني ضربة، ولم يسبني، ولم يعبس في وجهي، وكان أول ما أوصاني به أن قال: يا بني اكتم سري تكن مؤمنة. فماذا يقول أنس؟ يقول: فوالله ما أخبرت بسره أحدا، وإن كانت أمي. ثم يقول: وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألنني أن أخبرهن بسره، فلا أخبرهن ولا أخبر بسره أحدا أبدا. هذا الحب، نحن إذا سمعنا خبرا أشعناه. أين هي أسرار الزوج من زوجته؟ أين أسرار المرأة من زوجها؟ أخبار الناس في صفحات الجرائد وفي وكالات الأنباء، أسرار الزوج وعن زوجته لأصحابه، أسرار الزوجة عن زوجها لجيرانها ولصويحباتها، أين أسرارنا إخوة الإيمان؟ هذا هو من رافق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام طبعا عندما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ما زال أنس حيا، فكان أنس يبكي عندما مرض النبي صلى الله عليه وسلم، فأين اللقاء يا حبيبي؟ ها أنت تنتقل إلى جنة الخلد وإلى رضوان الله، أنت تسكن مع الأنبياء والصالحين في عليين، وأنا كيف ألقاك يا حبيبي؟ انظروا إلى مدى الحب، إلى مدى العشق، أحبه بصدق. فوعد الرسول صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك باللقاء مرة أخرى يوم القيامة، ووعده بالشفاعة. يحدثنا أنس فيقول: يا رسول الله، خويدمك أنس اشفع له يوم القيامة. خويدمك أنس اشفع له يوم القيامة. فيقول الحبيب المصطفى: إني فاعل. قال: فأين أطلبك؟ قال: أطلبني أول ما تطلبني عند الصراط، فإن وجدتني، وإلا فأنا عند الميزان، وإلا فأنا عند حوضي، لا أخطئ هذه الثلاثة المواضع. نسأل الله إخوة الإيمان أن نكون في رحاب الحبيب المصطفى، أن نكون عند حوضه، نقول له: يا حبيبنا، أسقنا بيدك الشريفة شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا. من وصايا الحبيب المصطفى للنبي صلى الله عليه وسلم، اسمعوا إخوة الإيمان إلى هذا، هذه الوصايا أين نحن منها؟ نأخذها وصية وصية. أول وصية يقول فيها الحبيب المصطفى لأنس: أسبغ الوضوء يزد في عمرك. طيب يا حبيبي، ما علاقة إسباغ الوضوء في طول العمر؟ أسبغ الوضوء يزد في عمرك. يقول ساداتنا العارفين، يقول أنك عندما تسبغ الوضوء أي أكثرت من الصلاة، وإذا أكثرت من الصلاة
أنقصت من أعباء الذنوب والآثام، إذا زادت حسناتك وقلت سيئاتك، وبالتالي زاد عمرك لا بالسنين، إنما زاد عمرك بفعل الخيرات التي ترفع درجتك عند الله سبحانه وتعالى. إخوة الإيمان، وقفنا عند الوصية الأولى، وهناك وصايا نسأل الله أن يعطينا من العمر ما يبلغنا إلى الحلقة القادمة، لنكمل هذه الوصايا ونعيش في رحاب المصطفى مع خادمه، مع حبيبه، مع صديق عمره أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. إخوة الإيمان، وإلى أن نلتقي بكم في حلقة قادمة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.